السلام عليكم البنات المتتبعات ديالي وصحباتي وعائلتي وكاع الناس اللي كيشوفوني. كنسلم عليكم اليوم وبغيت نمونطي معاكم واحد لو كاطو، واحد الحلوه د لاكريم اللي كنوجدها وغنمونطيها. غنوريكم لاكريم اللي كنستعمل بخصوص العيالات اللي ساكنين في المانيا ولا حتى في فرنسا. راه كاينه د لاكريم يعني بارتو في اوروبا موجود، وجو بونس حتى في المغرب راه كاين. ومهم هو عباره على بحال الكريم شانتيه، هو بالزبده. هاد لاكريم هذا هو اللي سميتو طورتن كريم، طورتن كريم ديال الفاني، هو على شكل اون بودر بحال لاكريم شانتيي. كيحتاج 300 غرام 300 غرام ديال الحليب بارد و 200 غرام ديال الزبده. هادو كلهم كيتخلطوا بالباتور وكتطلع اون كريم. تقدري تزيدي تنسمي بالفاني ولا اللي بغيتي. وابخي غادي وجد معكم لا جينواز، راني ديجا طيبت السيرو، غنوريكم حتى السيرو كيفاش كيطيب. لا جينواز بصراحه ما صاوبتهاش، غير شريتها موجوده حيت ما عنديش الوقت، كنت خدامه ويلاه جيت ومحتاجه هاد لو كاطو هدا. ايوا وقلت نشارك معكم هادشي. يلا بقاو معايا حتى نكمل. دابا غادي نحل هاد لاكريم هادي ونزيد على هاد الزبده. نزيد الحليب بشويه بشويه، ودابا غادي نصاوبو ديك الكلاسيغ اللي بحال هادي. غنوريكم كيفاش كتخدم. هادي كتحتاج 400 سنتيليتر ديال الحليب، بحال تقولي مثلا نص لتر الحليب قل الكاس صغير. 400 سنتيليتر ديال الحليب كنديروه يفيض، كنديروه يطيب هاد الحليب، كنغليوه وابخي كنهزوه من فوق البوطه وكنكبو عليه هادي، وكنبقاو نحركو غير بشويه ما تيتكورش لينا. وابخي كنخليوها 20 دقيقه حتى 30 دقيقه تبرد، حتى 35 دقيقه حتى تتبرد تماما. مهم هذا هو، هذه لا جينواز اللي خديت فيها ثلاثه ديال الطبقات. تقدروا تحضروها في البيت ولا تاخذوها هذه، انا حيت ما عنديش الوقت خديت هذه اليوم. غادي نحلها وغنكمل معها. المهم لا جينواز ديالي بحال هكا، كندير الطبقه الاولى هي هذه، كيكون هذا الوجه هذا هو التحتاني وهذا هو الفوقاني. وغادي نبدا نسقيها بالسيرو اللي حضرت. السيرو ها هو حضرته بكاس ديال السكر وتقريبا كاس لاروب ديال الليمون معصر. انا كتعجبني نسمة الليمون. تقدروا ديروا غير الماء وسكر شويه د الحامض، الماء وسكر شويه د فاني اللي كيعجبكم. وغنبدا نسقيه. منسقيوهاش بزاف باش ما تسب بحال هكا، وكنمشيو على هاد الاثناء. الكريم ديالي كنت درتها في شويه في المجمد باش تقبط راسها، وغنبقاو نحطو هاد لاكريم بطريقه تلقائيه يعني كما عجبكم. انا كيعجبني ندير لها هكا من الجناب وابخي عاد كنعمرها، كندير من الوسط. وبالنسبه لهداك السيرو اللي قلت لكم راه كنطيبو، كنطيب هذاك السكر مع داك الماء مع داك العصير، زعما كطيبهم حتى كيوليو خاسرين بحال هكا، حتى كيوليو بحال معسلين شويه ثقيل داك السيرو. المهم نكمل معكم ونطلع. غتلاحظوا ان كاين شويه الصداع الى ماشين كتخدم، وانا درت الفوي باش تطلق ليا هاد لاكريم. راه هي كتطلق بسهوله وما كتكور ما والو الصراحه، كتبغي شويه الخاطر. وكنخدموها بحال هكا مزيان حتى ما كيبقاوش فيها داك الحبيبات تماما بحال هذا الشكل كيف ما كتشوفوا. وغنخليوها تبرد من 25 دقيقه حتى 35 دقيقه. نتلاقاو من بعد. ودابا كيف ما كتشوفوا معايا، انا درت الطبقه الاولى وسقيتها ودرت لاكريم، الطبقه الثانيه سقيتها ودرت لاكريم، دابا الطبقه الثالثه سقيتها ودابا غندير لاكريم.
غير بشويه باش يمشي في طبقات متساويه. نحاول على الكاطو ديالنا غير بشويه حتى الكاطو ما كيكونش صراحه بحال ديال الدار. لا جينواز ديال الدار كتكون شويه جديده وما كتكونش بحال هكا كتبدا تفرسات غير بوحديتها. كنحاولوا على حتى هذه صراحه مزيانه غير كان واحد نحاول غير بشويه وبالخاطر. نبقاو غادي معاها بشويه بشويه ودابا هذه هي النتيجه النهائيه من بعد ما فيت الحليب ودرت فيه هذيك لاكريم. هاد الكلاصيور هادي كتفيدوا الحليب وكتصفيوه وكتكبوا عليه هذيك الكلاصيور كتبقاو تحركوا 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 ماشي فوق البوطه كتحيدوا من فوق البوطه ابري كتخليوه من 25 دقيقه حتى 35 دقيقه يبقى على حراره درجه المطبخ يعني عاديه تخليوه شي نص ساعه. فهذيك الاثناء انايا مونطيت الحلوه كما شفتوا بلا كريم درت الطبقه الاولى وسقيتها والطبقه الثانيه وسقيتها ودرت لا كريم معلوم كندير لا كريم من فوق لتحت ومن بعد طليتها كامله بلا كريم من الوجه ودرتها في الكونجيلاتور ساعه تقريبا باش ديك لا كريم تقبط راسها مزيان. ابري شديت هذيك الكلاصيو وكبيتها عليها كبيتها عليها وتحاولوا تكبوها هكا الوسط وتخليوها هكا تسيح من الفوق. من بعد هذو هما الديكورات اللي شريت. هذا اللوز هذا الماكسيبان اللوز يعني مصاوب على شكل وريضات وبالالوان شريته هو موجود ودرتها ثاني في الكونجيلاتور تقريبا واحد ساعه تقبطات راسها مزيان وبقات هذيك الكلاصيو كتبري. ومن بعد درت لها هاد الديكور هذا بهادو هاد العقيقات بحال هكا بهادو هاد الوريضات هكا لصقتهم وهاد لا كولور هادي صبغت بها هاد الحليوه من هنايا وهذا هاد البريون هذا هو هذا راه ما تيبانش بزاف راه هو باهت ولكن ها هو شويه هنا كيبان تقريبا نقدر نزوم ليكم باش تشوفوا بحال هكا ودرت شويه د لاكريم هنايا. المهم شي حاجه بسيطه ودغيا دغيا كتوجد وكتجي نتيجه رائعه وكتجي زوينه بزاف في المناظر. كنتمنى تكون عجباتكم وحاجه سهله صراحه. الى اللقاء في حاجه اخرى ان شاء الله.